وأن كونهم من المتابعين من قبل الشرطة لكونهم متخلفين أو هاربا من قبل العسكرية أو لارتكاب المخالفات والجناح البسيطة لا يعني ارتكاب مالجي، وطلبوا من المحكمة العدل والرحمة ولتولد الشك لدى المحكمة، فقد طلبت إعادة التحقيق في القضية، وفعلا توصل التحقيق الجديد إلى عدم قيام المتهمين بالفعل المنسوب إليهم، وتم الإفراج عنهم، وبعد فترة تم القبض على الجنات الحقيقيين واعترفوا بجريمتهم. سيدي هذا الواحد اثنين واحد ممكن يعدمون وراحوا لعلهم يعني. زين يا بابا خلصت؟ سيدي اسمح لي أرجوك. شو اسمح لك يا بابا؟ هاي مطالعة بابا. سيدي أنا أنت قانوني وكنت رئيس محكمة. سيدي هاي مطالعة من اختصاص وكيلك أثناء سيدي أنا كلمة الدفاع ده. سيدي ما طول إن شاء الله، بس شوي أنت صبرك علي ربع ساعة ما طول بعد، بس اسمح لي سيدي. ربع ساعة؟ ما عندنا وقت، تفضل. يعني سيدي أنا تفضل. لا أربان محكمة تسألك أسئلة، جاوب على الأسئلة. يعني ما تعرف عن نفسي؟ الدفاع. أثناء الدفاع، هسا أنت ناخذ إفادتك كمتهم، أنت شنو حقوقي ورئيس محكمة؟ سيدي ناخذ إفادتك كمتهم، أثناء الدفاع نعطي فرصة يومين لوكيلك يلقي مطالعته. مو تاخذ من وقت المحكمة أثناء الدفاع. سيدي يعني ما عندي فكرية. اسمح نصيحة. اسمح نصيحة مني. اسمح نصيحة. هاي اللي هسا أنت كاتبة. أنطي لي وكيلك. خلي ويا اللي يعني عنده هم يسوي مطالعة وهالشكل. سيدي والله يعني أنا ما عندي حد غيرك. دقيقة دقيقة. محكمة تجي وياك بغير طريقة. قدمه تحريري، قدمه تكون تحت نظر المحكمه، قدمه تحريري. ما اعطيك بعد اكثر من وقت. لا اسمح لي بس. لا لا ما اعطي اكثر من وقت. وقت المحكمه ماكو، انا امامي قضايا دعاوى اخرى. بس اللي تحصل قضيه قضيه بس خمس دقائق. تفضل مكانك. خمس دقائق خمس دقائق بس ما عندي فكره على القضيه. من خلال ما ومن خلال كل ما تقدم يا سيد الرئيس، فاني استغرب من احالتي بقضيه كوني قاضي في محكمه، واتساءل على ايش تستغرب يا ابي؟ احنا اعطيناك المجال. سيدي انا خلنا اقول على ايش تستغرب؟ سيدي خلنا اقول على ايش تستغرب؟ هاي لك يعني انت تقدر يعني انا اقول هذا استغرب وانت ما يعني ما فرض عليك شيء يعني. هذا مو محله، محله انه وكيلك يلقي. اعطيناك الوقت هم تقول لي تستغرب؟ اسمع لي سيدي خلنا اكمل شايتي انت بتركها لك الخيار. لا حول ولا قوة. وتسأل هل ان كل قاضي تعرض عليه قضية يطبق فيها حكم القانون ويكون فيها المتهمين اعترافات صريحة وادلة كافية تقضي بالحكم بالاعدام عليهم، ان لا يطبق القاضي حكم القانون بهذا الشأن؟ هذا من جانب. ومن جانب اخر فاني وجه سؤالي لسيد رئيس المحكمة واعضاء المحترمين، هل المحكمة التي تتساوى في الدرجة وفي الاجراءات وتطبق نفس القانون أن تكون مسؤولة أو أن يكون رئيسها أو أي عضو فيها مسؤولة عن القرار الذي تصدره المحكمة؟ فإذا كان الأمر هكذا فإن المحكمة ترتكب نفس الفعل الذي يحاكم من أجله اليوم. أنت قرب من الميكروفون ما دا أسمعك. خلي أتساءل هل أن كل قاضي تعرض عليه قضية يطبق فيها حكم القانون ويكون فيها للمتهمين اعترافات صريحة وأدلة كافية تقضي بالحكم بالإعدام عليهم، أن لا يطبق القاضي حكم القانون بهذا الشأن؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر فإني أوجه سؤالي إلى السيد رئيس المحكمة وأعضاء المحترمين، هل أن المحكمة التي تتساوى في الدرجة وفي الإجراءات وتطبق نفس القانون أن تكون مسؤولة وأن يكون رئيسها أو أي عضو فيها مسؤولا عن القرار الذي تصدره المحكمة؟ فإذا كان الأمر هكذا فإن المحكمة ترتكب نفس الفعل الذي يحاكم من أجله اليوم. إضافة إلى ذلك فإني أتساءل أيضا، ما الذي يفعله رئيس المحكمة وأعضاء الذين يشكلون هيئتها في قضايا تحال عليهم يكون المتهمون فيها معترفين اعترافات صريحة؟ ولو كانت محكمتكم بالذات قد عرضت عليها مثل هذه القضية فهل أنها ستمتنع عن إصدار الحكم؟ كما أود أن أبدي لمقام المحكمة، هل أن المتهمين الذين تمت محاكمتهم في قضية دجيل من قبل المحكمة التي كنت رئيسا لها كانت أفعالهم بريئة وهم يستهدفون اغتيال شخص هو في أعلى المسؤولية وعندما يساق إلى التحقيق يعترف بهذه الجريمة اعترافات صريحة مما لا يمكن اعتباره وكأنهم أبرياء وأنهم لم يقوموا بفعل يسأل عنه القانون بمقتضى النظام القانوني للدولة؟ وبعبارة أخرى أنهم كانوا يستهدفون شخص رئيس الدولة وهو في طريق لإزالة بلدة الدجيل، وأود أن أكرر بأنهم اعترفوا بفعلهم وبالتالي يكونوا مدانين وموجب هذا الاعتراف بحكم القانون، لأن المحكمة أصدرت حكم عليهم استنادا إلى الأدلة واعترافاتهم الصريحة في التحقيق التي
أيدوها أمام المحكمة، فهل تستطيع أي محكمة تنظر في هذه القضية أن تمتنع عن إصدار الحكم على هؤلاء المتهمين بغير ما حكم عليهم من قبل محكمة الثورة؟ هذا ما وددت عرضه لتكون محكمتكم المقرة هي الفيصل في اتخاذ القرار العادل فيما قمت به من عمل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، والسلام عليكم. اسمع يا أبا اسمع، احنا أنطيناك فرصة وفرصة ترى مو يعني بغير محاكم ما يصير. شكرا سيادة، احنا أنطينا لكم فرصة. شكرا. المفروض هذا ضمن مطالعة وكيل. شكرا هذا. شكرا. دقيقة دقيقة حج اقعد. مشكلة اخذ يا ابو يا ابي اسمع، السؤال نوجه لك محكمة. نعم. انتو هذولاك الظاهر من الأوراق والتقارير والمستندات المبرزة وأمام المحكمة ومن واقع حال المحكمة مالتكم، تاريخ الإحالة بالنسبة لهالمجموعة 148 وإجراء محاكمتهم وتنفيذ الحكم بهم أسبوعين، مو هالشكل؟ لا مو تنفيذ بـ15 سنة. إيش قد المدة من تاريخ الإحالة مو إلى تاريخ المحاكم وإصدار الحكم؟ إيش قد ما تتذكر؟ بس قل لي محدد بالضبط. المحاكم أسبوعين، أسبوعين. تنفيذ أول سنة يعني بـ85 تنفيذ. الزين أنتوا محكمة الثورة يعني كانت يومية تنظرون كم قضية؟ سيدي ننظر يعني حسب حجم القضية، يعني قضية واحدة يجوز نطول بها أيام وأشهر، وقضية يعني صغيرة مثلاً يعني سيدي تحالينا قضية الاختلاس الرشوة زين. يعني مو يعني قضايا عادية كثيرة وقضايا زين. أنت بالنسبة للموضوع دائرة السلام الوطنية قلت نعم. أنه نعم أنتوا من تصدرون حكم نسخة من القرار تروح إلى دائرة السلام مع الإخبار سيدي، هذول الأشخاص بالدائرة السلام الوطنية نعم. يعني من هم يعني؟ هم سيدي كلهم قضاة قانونيين قضاة يعني؟ كلهم أعضاء محكمة التمييز. عبد الهادي الشاوي إذا سامح بجنابك كان هو رئيس الدائرة، يعني هو أعتقد صار رئيس محكمة. كم واحد من أعضاء هي محكمة التمييز؟ سيدي كثيرين يعني منهم قضاة وقسم منهم من محكمة التمييز. يعني هم دا يدققون هيك قرارات؟ نعم سيدي، هم يعني هو عبد الهادي الشاوي كان رئيس الدائرة، هو رئيس محكمة التمييز أو عضو محكمة التمييز أتذكر، وكان معاه كثيرين من أعضاء المحكمة إضافة إلى قضاة من الصنف الأول. زين أنت جاوبني، إيش قد طولت يعني مدة الموافقة من صدور الحكم وإرساله والموافقة على التنفيذ من قبلهم؟ إيش قد؟ أنا هل معني بهذا الموضوع هذا؟ لا لا إيش قد؟ ما والله هو موجود عندك في المرسوم. ترى المرسوم لا انت يمك يعني انت انا بالنسبه لي دقيقه خلنا اطلع لك دقيقه اسالك بشكل اخر. نعم. انت تعرف تاريخ اصدار القرار؟ نعم. وتعرف تاريخ اصدار الحكم؟ الفرق بين اصدار القرار واصدار الحكم ايش قد؟ هو تنفيذ الحكم ايش قد؟ تنفيذ سنه طول تنفيذه، يعني بـ85 تم تنفيذه سنة؟ نعم تنفيذ الحكم يعني تنفيذ حكم الإعدام بعد سنة. سيدنا نعم عندكم قضية الدجيل، عدد المتهمين في الكل اللي أحيلوا على محكمتك محكمة الثورة، العدد الكلي جيد بينت للمحكمة 148 148 كلهم انحكموا بالإعدام أو أكو قسم يعني أفرج عنهم أو أحكام أخرى؟ بينت للمحكمة كل جميعهم حكم بالإعدام. نعم ذكرت بأنه 27/5/84 تم هذا بموجب الكتاب ديوان الرئاسة المنحل اللي هو كتاب الموافقة بالإحالة حالة قرار الإحالة. نعم قرار الإحالة، قرار الإحالة هذا مؤرخ 27/5. نعم.
اللي 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 هذا قرار اللي حاله من السلامة الوطنية، يعني هو السلامة الوطنية هي الدالة تعدها ويوقع المسؤول في الرئاسة. في الرئاسة وين كان يدامون؟ يدامون في الرئاسة، عندهم دائرة يعني في ديوان الرئاسة. ديوان رئاسة. المحكمة كانت موقعها في ديوان رئاسة؟ لا، كانت في أبو غريب. في أبو غريب. نعم. هذا الكتاب تاريخه 27/5/84.